السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أخباركم يا جماعة؟ كل سنة طيبين. والله من الحين، بس المشكلة بالموقع معلق كان دكتورة. يلا مش مشكلة، ما هذه شكرا لحد الآن معلق. الأمور دي أخذنا عليها خلاص إن شاء الله. دكتورة وصلنا عند الدي جي فو. ثواني بس ديجيفا، ثواني بس افتحها، لان عندي انا بقى النت بطيء، مش عارفه ولا في ايه بالظبط. مديني نوت ريسبوندنج يعني. افتح بس. مش شايفه. سلام عليك دكتور، لان الصوت في نقاط تم شرحها من قبل، فكروني بس. السلايدات ظهرت لكم صح؟ يا شباب. لا دكتورة لسه بعيد دكتورة. ظهرت؟ لا لا لسه. هلا ظاهرة، ظهرت هلا. كان في الفوبيا، انا ما كلمتكوش عنها يا بلال. بلال سامعني؟ لانك انت اللي علقت المره اللي فاتت. يا شباب اللي حاضر معايا، اللي متابع معايا، لا اخذناها الفوبيا، شرحتها يعني. طيب وكنا اخر لقاء لينا اتكلمنا عن بعض المشكلات اللي في السبيتش، تحديدا اتكلمنا عن الديستربنس التاليه: البريشر اوف سبيتش، والبافرتي اوف سبيتش، والنون سبونتينيوس سبيتش، والبافرتي اوف كونتنت اوف سبيتش، والستاترنج. صح كده؟ شرحت لكم الجزئيه الخاصه بالبرسبشن، الهلوسينيشن والاليوجن، والميموري. اتكلمنا عن الميموري لغايه ما وصلنا للديجيفا، صح ولا انتم معايا ولا لا يا شباب؟ لغايه ما وصلنا للديجيفا مش كده؟ سامعني يا شباب ولا لا؟ طيب على كل انا بكمل من بعد الديجيفا، بس نفتكر مع بعض. الديجيفا اللي هي معناها، هو مصطلح فرنسي معناها بالانجليزي already seen، اللي هو بنمر بموقف معين لأول مرة، أو بنتحط في موقف معين لأول مرة، ساعتها بندرك إن هذا الموقف ما هوش جديد علينا، لا ده عدى بينا أو مر بينا من قبل.
اللي هو معنى الاوريدي سين اللي هي الخداع البصرية، أو اللي هو معناه إنه الموقف ده مش جديد، لأ ده احنا عد علينا أو مرينا به من قبل. في مشكلة أخرى في الميموري الهايبرمينيزيا، هايبرمينيزيا مش هايبر أمينيزيا، هايبرمينيزيا هايبر يعني شيء زيادة، هايبرمينيزيا عكس الأمينيزيا، أمينيزيا خلل في الذاكرة أو فقدان الذاكرة، أما الهايبرمينيزيا فمعناه الذاكرة الفولاذية، هي exaggerated degree of retention and recall، اللي هي معناها أن ذاكرة الشخص قوية جدا، ذاكرة فولاذية زي ما اتفقنا، قدرة الشخص على الاحتفاظ التسجيل والاحتفاظ واسترجاع المعلومات عالية جدا. ايه هي بقى مستويات الميموري؟ ها يا شباب ايه هي مستويات الميموري؟ ايه هي مستويات الميموري؟ انتوا مش معايا، انتوا فاتحين بس الاميديات يا دكتوره، الاميديت ميموري والريسنت والريسنت باست والريموت. الاميديت ميموري او الاميديت ميموري اللي هي الذاكره اللحظيه، اللي هي ايه بقى اللي هو احنا نعم الحاليه او اللحظيه او الانيه، كلها نفس المعنى، اللي هو انا لما اجي اختبر قدره الشخص اللي قدامي على او الذاكره عند هذا المستوى بالنسبه للشخص، بقول معلومه معينه خلاص وبسال فيها مباشره من بعد ما اقول له المعلومه دي او يحصل الموقف ده من بعديه مباشره لغايه فتره عده دقائق، يعني قد تصل لحد 5 دقائق. يعني مثلا انا تعرفت على المريض وقلت له انا اسمي فلان، تمام، لازم اتاكد ان هو سمعني وسمع صح ويعيد ورايا، انا ارجع تاني اقول له انا قلت لك انا اسمي ايه عشان اطمن ان هو عرف المعلومه بالفعل، تمام كده، وبعدين اقول له خليك فاكر بقى فاكر المعلومه دي عشان هرجع اسالك فيها. برجع اساله امتى؟ من بعد ما انا قلت له مباشره هذه المعلومه لغايه مده 5 دقائق. طيب لو الشخص تذكر المعلومه دي عمل لها ريكول صح، فبالتالي لازم الجادجمنت بالنسبه لي يكون ايه؟ يكون بعلق بقى ازاي، بقول ان هذا الشخص has intact immediate memory، يعني مش هذا المستوى من الذاكره سليم. اما لو لم يستطع تذكرها او استرجاعها او قالها غلط، يبقى بالتالي لازم احكم على المستوى ده تحديدا ان هو ايه؟ impaired immediate memory. طيب المستوى اللي بعد كده اللي هو ايه؟ الريسنت ميموري. الريسنت اللي هي ايه بقى؟ الاحداث اللي مر عليها فترات بسيطه من الزمن قد تصل لحد عده ايام او القليل من الايام، يعني ممكن يبقى حدث عدى عليه ساعات كم يوم. في الحاله دي هنا لما بختبر قدره الشخص على الذاكره الحديثه لازم ابقى فاهمه ان انا بساله في موقف او في شيء او في حدث مر عليه ايه من ساعات لغايه عدد بسيط من الايام. ممكن نفس السؤال اخر النهار لو انا اتعرفت على المريض الصبحيه وقلت له انا اسمي ايه، ممكن نفس المعلومه اساله فيها، ممكن اي حدث او اي موقف صار بيننا النهارده ممكن اساله عليه على مدار اليوم، او اساله عليه لو انا دوامي او تدريبي مثلا يومين في الاسبوع اساله عليه اليوم الثاني او خلال اليوم الثاني من التدريب. المهم ان الحدث اللي مر عليه من ساعات او عدد من الساعات لعدد محدود او عدد قليل من الايام. بعد الريسنت في ريسنت باست ميموري اللي هو ريكول اوف ايفنتس اوفر باست فيو مانثس، اللي هي ايه بقى؟ قدره الشخص على استرجاع الاحداث اللي حصلت من شهور او عدد قليل من الشهور. موقف حصل وعدى عليه، يعني مثلا هنفترض ان علاقتي بالمريض اثناء التدريب العملي ممكن المريض فضل موجود هوسبيتالايزد مده التدريب كلها 2-3 شهور مثلا، يعني نهاية لو أنا تعرفت عليه من البداية هو ما زال هوسبيتالايز في نهاية التدريب العملي أسأله على أي موقف أو أي حدث صار بيننا. المهم إن الحدث هنا عدى القليل وعدد قليل من الشهور. الذاكرة البعيدة بقى اللي هي الريموت ميموري اللي هي قدرة الشخص على تذكر الأحداث اللي عدى عليها سنوات، عدى عليها زمن بعيد. طيب أنا إيه علاقتي بالمريض علشان يكون في فترة تجمعنا طول عدد
أو مدة سنين ما فيش، فبالتالي بنضطر نسأل في المعلومات العامة أو في الأحداث العامة، سواء كان الشخص عايش ولا لسه ما كانش اتواجد في الدنيا، فأكيد هو عارف المعلومة دي. يعني مثلا نسأل عن حرب الخليج، نسأل عن زلزال معين زي أو إعصار أو الكوارث الطبيعية زي تسونامي، زلزال معين في فترة حصلت وكل عارف بيه، سواء كان الشخص ده عايش في المجتمع ده أو عايش في فترة زمنية دي أو لأ، عن حرب معينة، عن وفاة زعيم بتاريخ معين، أحداث عامة. نسأل هنا عن أحداث عامة. إذا أنا لما بختبر الميموري كويس، المهم قوي التالي، إن أنا أعرف أنا بقيس أي ليفل، حكمي على الميموري أو على هذا الليفل، كل ليفل لوحده حكمي، يا إما انتاكت يا إما امبايرد. ما أقولش هاز جود ولا فيري جود ولا إكسلنت ميموري، لا، ما يبقاش في حكم بهذا الشكل. يا إما إن المريض عنده مستوى من الذاكرة الجيد أو السليم، يا إما عنده إعاقة أو عنده مشكلة. لا، مهم قوي إن أنا أسأل عن الحدث اللي حصل قدامي، أو أسأل عن سؤال أو معلومة يكون عندي مصدر للتأكد منها. يعني ما أجيش أقول للمريض أنت كان صحابك مين من الابتدائي أو المرحلة الأساسية وأنا أعرف ده منين، أو جبت مجموع إيه أو معدل قد إيه في مش عارفة في أي سنة من سنوات الدراسة وأنا أعرف ده منين. أنا لازم عندي إيه، يا إما معلومة موقف حصل قدامي فالمعلومة مؤكدة، أو عندي مصدر للتأكيد. أي استفسار يا شباب؟ تمام دكتور. بعد كده ده كان كلامنا عن الميموري. بعد كده عندنا الاي كيو او الانتليجنس. بالنسبه للاي كيو، ثواني بس علشان الاستجابه ضعيفه قوي عندي. بالنسبه للاي كيو، معامل الذكاء او معدل الذكاء، معناه ايه؟ الانتليجنس هي ability of someone to understand, recall, mobilize and constructively integrate previous learning in meeting new situation. معنى ان الشخص بيتمتع ب IQ محترم او IQ في الرينج او IQ عالي، معناها ان الشخص لديه القدره على انه يفهم، وان هو يسترجع، وان هو يستفيد، وان هو يتعامل مع مواقف مختلفه بشكل جيد. طيب، مشاكل الاي كيو او مشاكل الانتليجنس هي ما يعرف به المينتال سب نورماليتي او المينتال ريتارديشن، هي التاخر او التخلف العقلي او البطء العقلي. يعني ايه بقى حاله المينتال ريتارديشن؟ اللي هو في لاك في مستوى الاي كيو، في نقص في معدل الذكاء. معناها ان الشخص اللي عنده مينتال ريتارديشن او مينتال سب نورماليتي هيبقى عنده لاك اوف انتليجنس زي ما اتفقنا، نقص في معامل الذكاء دون الرينج او دون المعدل الطبيعي، تو ا ديجري ان ويتش ذير از. دكتوره صوتك راح. نعم، بتقول ايه يا بلال؟ ما سمعتكش يا بلال. طيب، النقص في معامل الذكاء لدرجة أنه بيتداخل في قدرة الشخص على أدائه للمهام، سواء كانت مهام social أو vocational performance. يعني بنلاقي إحنا من المتعارف عليه أن أي شخص له أكتر من عمر، في عمر زمني اللي هو عدد السنوات اللي إحنا عايشينها، إحنا مولودين إمتى، كل واحد له تاريخ ميلاد ولغاية دلوقتي هو يعتبر عمره قد إيه من لحظة ميلاده. في عمر آخر أو نوع آخر من العمر اسمه العمر العقلي اللي هو المينتال ايج. يبقى أنا عندي كرونولوجيكال ايج اللي هو العمر بالسنين، وعندي المينتال ايج اللي هو العمر بعمر العقلي. في حال المينتال ريتارديشن مفيش توافق ما بين الكرونولوجيكال ايج وبين المينتال ايج. يعني وارد جدا ان احنا نلاقي حد عمره بالسنين 20 سنه ولكن الاي كيو عنده، بما انه هو في بطء شديد او في تخلف او في تاخر عقلي، فبنلاقي ان الاي كيو دون الرينج الطبيعي، وهنتكلم على المستويات المتدنيه ليه، وبالتالي عمره العقلي مش عند ال 20 سنه اللي هو يساوي العمر الزمني. عمر العقلي عمر واحد مثلا عنده 3 سنوات. يعني ايه؟ يعني قدراته واقفه عند السن ده، قدراته، المهارات اللي عنده، الكفايات اللي عنده عند طفل عنده 3 سنين او عمره 3 سنين. اذا اللاك اوف انتليجنس او نقص الاي كيو ده بدرجه، ده معنى المينتال ريتارديشن، انه هناك نقص في المعدل او معامل الذكاء لدرجه انه بيتداخل في قدره الشخص ومهاراته لاداء الواجبات او المهام المهنيه او الاجتماعيه منه.
عندي في مستويات للمنتال ريتارديشن او المنتال سب نورماليتي. في الاي كيو عموما، الاي كيو بيبتدي للناس العاديه بيبتدي من قيمه رقم اسمه 70 او رقم 70. الرقم ده طلع بناء عليه، طلع بناء على معادله. المعادله دي نتيجه اختبارات بيخضع ليها الشخص، اختبارات للذكاء بيخضع ليها الشخص. الاختبارات دي بتطلع لي حاجه اللي اسمها المينتال ايج، اللي هو العمر العقلي. فاذا المعادله اللي من خلالها بنعرف الاي كيو هي عباره عن ايه؟ عباره عن المينتال ايج اللي هو العمر العقلي على الكرونولوجيكال ايج على العمر الزمني في 100. فاذا لما الشخص يخضع لاختبار معين، نتيجة الاختبار أوضحت إن عمره العقلي مثلاً 5 سنين، بينما عمره بالسنين أو بالسنوات 20 سنة. فخمسة على 20% بيديني قيمة معينة، دي اللي هو إيه بيعرف بيه الآي كيو. إذن بالنسبة للناس العادية الآي كيو بيبتدي من 70. ما دون السبعين ابتدت هنا المشكلة اللي هي بين قوسين المينتال ريتارديشن. طيب ايه هي بقى مستويات المينتال ريتارديشن عندي؟ نبتدي بقى من اول 70 فنازل لاقل، هي مستويات المينتال ريتارديشن او المينتال سب نورماليتي. اول مستوى عندي اللي هو المايلد، اللي هو من 50 ل 70. المستوى اللي بعديه ما دون ال 50 اللي هو المودريت، 50 لل 35. بعد كده السيفير من 35 من اللي نازل لغايه 20. في البروفاوند اللي هو المينتال ريتارديشن، أسوأ حالات المينتال ريتارديشن او المينتال سبورماليتي اللي هو موست سيفير، اللي هو عاده الشخص او الطفل بيتولد بالحاله دي ومش ومعاه مقترنه معاه كونجينيتال انوملس اخرى، كونجينيتال انوملس اخرى، فبالتالي هو ما بيعيش اصلا، يعني بيموت وهو نيو بورن، ودي من رحمه ربنا بيه. لانه حتى الشخص او الطفل اللي بيبقى عنده مستوى البروفاوند اللي هو الاي كيو بالنسبه له من 20 لزيرو، ما عندوش حتى مهاره الساكنج، مش متوفر لديه مهاره السكشن او الساكنج، فبالتالي بيكون عنده كونجينيتال انوملس اخرى فبيموت في سن مبكر. دي تقريبا مستويات المينتال ريتارديشن من المايلد للمودريت للسيفير للبروفاوند او الموست سيفير. ليها مسميات اللي هو الايديوت، اللي هو حتى بنقول عليها المعتوه، يعني اللي هو الشخص عمره العقلي اقل من 3 سنين، الامبسيل شخص عمره العقلي من 3 ل 7 سنين، المورون شخص عمره العقلي حوالي 8 سنوات. طيب هنتكلم عن الديمنشيا. يعني ايه ديمنشيا بقى يا شباب؟ حد يقول لي الخرف دكتور؟ الخرف الدمين يعني الخرف او العتب او الهذيان؟ لا لا لا، الهذيان الدليريوم يا حبيبتي، دليريوم هذاك. لا الهذيان الخرف او العته، اما الهذيان اللي هي الدليريوم اللي اتكلمنا عنها في بدايه موضوع اخر ربط بينهم ده. تمام كده. طيب الدمنشيا والدليريوم الاثنين كانترودكشن سريعه او باك جراوند سريعه، هم يندرجوا تحت الاورجانيك سايكوزس، يندرجوا تحت او كلاسيفايد على انهم ايه؟ اورجانيك سايكوزس، يعني اضطرابات ذهنيه عضويه. ليه عضويه؟ لان المشكله ايه السبب فيها وايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل برين دامج، اورجانيك and global deterioration of intellectual functioning especially intellect, memory, judgment, abstract thinking, impulse control due to brain damage. لما يحصل brain damage، خلايا المخ او خلايا الدماغ لما بيحصل لها damage او بيحصل لها degeneration بيرجع يحصل لها regeneration تاني؟ يعني كل خلية وليها life span، ليها expected life span، بيختلف من organ لآخر. ما بيرجعش. تمام. يبقى انا عندي عضوين مهمين جدا في اجسامنا، دي من رحمه ربنا، لان كل عضو فيهم يمثل بصمه الشخص. تمام. الهارت والبرين لو حصل ديجنريشن ما بيرجعش يحصل ايه؟ ريجنريشن. تمام كده. طيب تمام. يبقى اذا هنا الديمنشيا هي تندرج او كلاسيفايد على انها وان اوف اورجانيك سايكوزس. هي ليه؟ لان بيحصل التغير اللي بيحصل او اللي بيحصل بالفعل برين دامج. كل خليه عارفين مسؤوله عن عمليات او وظائف ذهنيه ومعرفيه معينه. ايه من هذه الوظائف الذهنيه والمعرفيه اللي هيبتدي يحصل فيها نوع من التدهور نتيجه الدامج اللي بيحصل؟ والحاله دي طبعا الريفرسبل، يعني الديمنشيا والديليريوم الريفرسبل. يعني ايه؟ يعني الوضع بالنسبه للمريض بينتقل من مرحله سيئه للمرحله الأسوأ، ما بيتحسنش.
تمام. ومهمه العلاج هنا العلاج او اي او اي دراج او اي انترفنشن اللي هو ايه يحصل بطء في الانتقال من المرحله للمرحله اللي بعديها، او حاله من ايه من انه ما يحصلش تدهور سريع. دي الفكره. طيب فاذا انا عندي المشكلات اللي هيعاني منها مريض الديمنشيا نتيجه البرين دامج، هيبتدي يعاني من خلل في الوظائف المعرفيه اللي هي زي ايه؟ ما يرتبط بالذاكره، هتبقى في مشاكل في الذاكره، واحنا كلنا عارفين كويس قوي بنسمع الزهايمر، والزهايمر ده نوع او موست كومن تايب من الديمنشيا. يعني انا عندي للديمنشيا انواع كتير، اشهر هذه الانواع واكثرها شيوعا هو الزهايمر. تمام، اول ما بننسى بنقول ايه احنا عندنا الزهايمر. الكلام ده ما ينفعش لانه الديمنشيا وتحديدا الزهايمر مرتبطه بسن الشيخوخه اللي هو من 60 سنه فيما فوق. تمام كده. طب ايه اللي بيحصل؟ مشكلات في او خلل في الذاكره. الخلل ده شكله ايه؟ بيبتدي الشخص ينسى. طيب بيبتدي ينسى شويه، بيبتدي نسيان ايه واحده واحده كده الى ان يفقد الذاكره، يعني نسيان جزئي او فقدان جزئي للذاكره، ينسى الاحداث اللي حصلت من قريب وهو فاكر كويس قوي الاحداث اللي بعيده، وبعد كده فقدان الذاكره او مشاكل الذاكره تغطيها بالكامل، ينسى نفسه حتى، ينسى كل اللي حواليه، يبص لنفسه في المراه يشبه على نفسه. خلاص كده، يبقى انا عندي الوظائف المعرفيه اللي هي ايه؟ منها الذاكره ومشاكل الذاكره وفقدانها بالتطرف. طيب الجادجمنت، قدره الشخص للتعامل بقى مع المواقف الحياتيه، يقدر؟ لا، لان مين المسؤول عن هذه الوظائف دي؟ واحنا من الوظائف المعرفيه، مين اللي مسؤول عنها؟ الدماغ. لما يحصل ديجنريشن خلاص انتهت الوظيفه دي، ايه هيحصل فيها؟ خلل. هيقدر الشخص يتعامل مع تفاصيل حياته، مع المواقف اللي بيمر بيها بشكل يومي، مع مساله ان هو يخرج بره بيته ويقدر يرجع تاني ويعمل الشوبينج المطلوب. يعني ممكن قوي يبقى نازل يعمل شوبينج المفروض يجيب 10 حاجات ما يرجعش الا بحاجه واحده، ده لو افتكر. فقدرته للتعامل مع المواقف المختلفه برضه بتتاثر، قدرته على التفكير واستخلاص معنى الاشياء الابستراكت الابستراكت ثينكينج بتتاثر، الامبلس كنترول قدرته على السيطره على دوافعه ورغباته بتتاثر. ايه اللي بيحصل؟ تغير كبير وتغير واضح بالنسبه للشخص. يبقى عند دمنشا ultimately leads to transformation of the patient's whole personality. whole personality يعني شخصيه الشخص او الفرد بتتغير بالكامل. خلاص بيبقى بالظبط كده شخص كبير بنشبهه بالطفل. هو الفرق بينه وبين الطفل هو حجمه بس، او الحجم او البنيه. نشبهه بالطفل ليه؟ لان الطفل بدايه حياته في المهد كده عنده قدرات؟ لا، زيرو قدرات. هو نفس القصه، الشخص لما اللي عنده الديمنشيا لما او تحديدا كمان كلام الزهايمر ان هو بيمر بكذا مرحله من السيء للاسوء، ما بيوصل للمراحل الاخيره لازم يبقى هوسبيتالايز، ما بيقدرش ان هو يلبي اي احتياج ليه، ما بيقدرش حتى على مستوى الكوميونيكيشن ان يعبر بالالفاظ عن احتياجاته، فبيبتدي يستخدم فيشال اكسبريشن. الناس اللي حواليه لو مش قادره تقرا تعبيرات وجهه دل على ايه، فيبتدي يبقى بسهوله يدخل في حاله من حالات الاجريشن، بينسى، فبيبتدي يبقى في سلوك شك في اللي حواليه ان هم بياخدوا متعلقاته الشخصيه، ويبتدي ان هو يبقى اجريسيف بسهوله، يبتدي ينعزل لان هو ناسي، فيقعد مع الناس يتكلم في ايه؟ مشاكل ايه؟ مشاكل واضحه جدا او تغيرات واضحه جدا بالنسبه للشخص. اي سؤال او استفسار؟ تمام دكتوره. ده كان كلامنا عن الديمنشيا. دلوقتي هنتكلم عن الثينكينج، وعندي نمطين للتفكير، في الكونكريت وفي الابستراكت. الكونكريت اللي هو اللاترال ثينكينج اللي هو التفكير اللي هو الحرفي، تفكير او اعطاء معنى الاشياء بالشكل الحرفي اللي هو الوان دايمنشنال. لكل كلمه يا جماعه، كل كلمه ليها معنيين، تمام، ليها معنيين، معنى سطحي والمعنى الايه الديب مينينج، المعنى السوبرفيشال او الوان دايمنشنال اللي هو ذات البعد الواحد، والمعنى اللي هو الفار مينينج او الديب مينينج او البيهايند مينينج. قدره الشخص اللي هو الكونكريت ثينكينج، يعني قدره الشخص حينما يفكر عند هذا المستوى فهو بيعطي للاشياء المعنى المعنى القريب، او ياخذ المعنى اللي هو ذات البعد ذات البعد الواحد او المعنى القريب او المعنى السطحي. خلاص. الابستراكت الخلاصه، الابستراكت يعني الخلاصه، يعني ايه؟ يعني قدره الشخص على التفكير في مجال كده ان هو يستطيع الوصول للمعنى المقصود، المعنى التارجت او المعنى البعيد او المعنى العميق. فهنا لدى الشخص القدره على استخلاص معنى او مفاهيم الاشياء. بنعرف القصه دي ازاي؟ بمنتهى البساطه، واحد نستخدم احدى او واحد من امثالنا الشعبيه.
الأمثال الشعبية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا كتير. خلاص كده نستخدم مثلا نقول ايه، على قد لحافك مد رجليك. عارفين المثل ده ولا لأ؟ سمعتوا عنه ولا ما سمعتوش؟ سمعنا كده. ده من أمثال الشعبية أو من أمثالنا الشعبية المشهورة أو الشهيرة، على قد لحافك مد رجليك. اللي عنده القدرة على التفكير في مستوى الكونكريت هيديني معنى إيه؟ هيفصلي معنى إزاي؟ هيفصل لي معنى المثل ده ازاي؟ فكروا كده معايا. بدي مثل كده حرفي. حرفي ازاي بقى؟ هيفسره يعني حرفي يعني رده هيكون ازاي؟ يجيب الحاف وبصير يقيس مثلا المسافة على رجليه مثلا زي هيك. ماشي، يبقى لما هينام هيفرد الحاف على قد، هياخد المساحة اللي على قد رجله أو تغطي رجله. ده الايه؟ يبقى هنا قدرة الشخص لما يرد عليا ويعطيني الكلام ده يبقى ده قدرته ايه؟ على التفكير بالشكل الكونكريت. طيب الشخص اللي عنده قدرة على التفكير بالشكل الابستراكت، يعني بيوجز لي معنى الشيء، بيوجز لي او بيستخلص المعنى المقصود، هيرد عليا ازاي على نفس المثل؟ هو ايه المقصود من المثل ده اصلا؟ يعني احنا بنستخدمه ليه او في اي موضوع؟ يعني انك تصرف مثلا او انه شيء تتصرف على قد قدراتك. مش كده؟ يبقى هو ده هيديني الايه، هيديني المعنى بالشكل ده. لما اجي اقول معلش، احنا عندنا مثلا اكيد بتسمعوا عنه برضو القفه مودين يشيلوها اتنين زي الشنطه، قفه يعني زي الشنطه يعني او حاجه معينه، او في الوش مرايه والقفه سلايه، او الجواب بيبان من عنوانه، او ايا كان. عرفنا احنا الفكره ايه؟ ان الكل مثل يا اما المعنى الظاهر قدامي تمام، يا المعنى العميق. احنا بنقوله عشان نقصد المعنى العميق، مش كده؟ لو الشخص اداني رد عليا لما انا السطحي اللي هو الوان دايمنشنال، يبقى هو هنا قدرته كونكريت. اداني استخلص لي المثل في معنى في كلمه وهي دي المقصوده، يبقى هنا قدرته على التفكير هي ايه؟ بالشكل الابستراكت. ده بالنسبة لي الـ thinking. بعد كده عندنا الـ insight. يعني إيه الـ insight يا شباب؟ الـ insight البصيرة دكتورة. حلو، البصيرة. إحنا عندنا sight اللي هو البصر، الرؤية يعني، والـ insight اللي هي إيه؟ البصيرة. البصيرة المقصود بها إيه؟ يعني إيه الشخص يكون على بصيرة؟ أو يعني إيه الشخص يكون مستبصر؟ على فكرة مبدئياً يعني البصيرة هي عكس الإنكار. الـ insight عكس الـ denial. يعني احنا عندنا مصطلح كده او مفهوم اسمه دنايل. دنايل يعني ايه؟ يعني الشخص يستنكر او في حاله من الاستنكار، تمام كده. طيب حاله الانسايت ان الشخص يبقى على بصيره او مستبصر، الطبيعي ان هو يبقى مستبصر بايه بالنسبه لمريضنا؟ يبقى عارف ثلاث امور كويس قوي. يبقى عارف ان هو سايكاتريك بيشنت، عارف ان هو مريض ومريض نفسي تحديدا، مش مريض باي مشكله عضويه، وعارف ايه سبب مرضه. لما انا اتكلم معاه واخد منه هيستوري، اقول له ايه سبب المرض، ممكن يقول لي في منتشر في الاسره او موجود في الاسره او في العائله، أو سبب او عامل جيني، ممكن يبقى تعرضت لتروما في بدايه حياتي او مواقف كتير ستريسفول، يعني عارف انه ايه في اسباب من هذا القبيل او من هذا النوع. وعارف ثالث حاجه اللي هي عارف هو موجود فين، موجود في مستشفى لعلاج الامراض النفسيه او الاضطرابات النفسيه. جدلا لو انا بتكلم مع المريض لقيته عارف الثلاث اشياء دول او الثلاث نقاط دول، يبقى البصيره عنده شكلها ايه؟ بصيره كليه. يبقى الشخص عنده فول انسايت، عنده فول انسايت او انسايت فول. طيب لو انا لقيت ان المريض عارف معلومه او معلومتين او جانب او جانبين من هذه المعلومات، خلاص يعني ايه؟ يعني عارف ان هو مريض بس مش سايكاتريك، مش عارف ان هو عنده شويه صداع ولا ابدومينال كوليك ولا عنده مشاكل في اسنانه، وهو موجود دلوقتي في مستشفى للامراض النفسيه وهو طول الوقت رافض العلاج وعايز ان هو يخرج من المستشفى. هل هنا هو عارف انه مريض نفسي؟ لا. عارف ايه سبب مرضه؟ لا. يبقى ملم بشيء، تمام كده، ملم بحاجه واحده اللي هو عارف هو موجود فين. يبقى هنا الشخص ده عنده بصيره جزئيه، عنده بصيره ايه؟ بارشال انسايت، عنده بصيره جزئيه. طيب لو الشخص اللي عندي لا غير ملم باي شيء، يعني بعكس الانسايت هنا الدينايل، حاله من الليس انسايت او انسايتليس او الدينايل، تمام.
يعني لا عارف انه مريض ولا مريض نفسي، ولا عارف هو فين، ولا عارف ايه سبب مرضه. طبعا يبقى في هذه الحاله دي حاله انكار، او الوضع هنا حاله انكار. طيب الانسايت انا اقدر استشفها ازاي؟ من خلال نوع الادميشن، المريض جاي لي بشكل باي مستوى او باي نوع من الادميشن، هو جاي فولنتري ولا انفولنتري، اللي هو جاي بارادته، فطبيعي يبقى الانسايت عنده ما فيهاش مشكله، عارف ان هو مريض وعارف انه عنده مشكله وعايز علاج وعايز حد يساعده. لا، اما لو كان نوع الادميشن انفولنتري، جاي بغير ارادته، والناس اللي حواليه اهله قرايبه اصحابه في الشغل جايين عاملين قصه وفيلم عليه عشان يجيبوه على الدكتور او على المستشفى للعلاج، فيعني هنا مش جاي بكامل ارادته، فبالتالي ده جاي غير بشكل لا ارادي او بشكل يعكس لنا طبيعه الانسايت اللي عنده. كمان الانسايت ليها انعكاس على الاتيتيود تورد هوسبيتاليزيشن. المريض اللي فاقد البصيره او البصيره اللي عنده جزئيه، طول الوقت كل ما يشوف اي حد من الاستاف يقول لك انا عايز الدكتور يكتب لي على خروج، انا يرفض فكره تلقي العلاج او استقبال العلاج. فهنا بيديني ايه؟ الاتيتيود تورد هوسبيتاليزيشن وعمليه التريتمنت في حد ذاتها بتعكس لي مستوى الانسايت لدى المريض. طيب اخر نقطه بتكلم فيها هي الجادجمنت. يعني ايه جادجمنت؟ الحكم. الحكم على الامور. طيب قدره الشخص للحكم على الامور والمواقف اللي بيعيشها كالتالي: هي ability to assess a situation correctly and act appropriately within the situation. قدره judgment مقصود بيها قدره الشخص على ان يقيم الموقف اللي هو موجود فيه وان هو ازاي يتعامل معاه. عندي في انماط للجادجمنت، في منه الكريتيكال. كريتيكال يعني الحكم على الامور هنا بالشكل الصائب، تمام، بالشكل الصحيح. يعني ايه؟ يعني لما الشخص اللي عنده كريتيكال جادجمنت يتحط في موقف معين، فهو عارف كويس او يعمله ازاي يعمل الموقف ده اسس، يقيمه ديسيرت اند تشوز امونج اوبشنز، وان هو يقيمه وازاي يتداخل مع هذا الموقف ويختار البديل المناسب ليه من اول مره، ويختار اليه التعامل مع هذا الموقف او الاوبشن المناسب من اول مره. ده بالنسبة لي الكريتيكال جادجمنت اللي هو الحكم الثاقب أو الصائب. في اوتوماتيك جادجمنت. اوتوماتيك يعني شيء فيها تلقائية، شيء فيه تلقائية، ريفلكس بيرفورمانس اوف ان اكشن. يعني ايه؟ يعني الشخص اتحط في موقف معين ويجرب بدائل مختلفة عشان يقدر يتعامل مع الموقف ده، يعني استخدم بديل رقم واحد، اوبشن واحد، اثنين، ثلاثة، فعرف ان الثالث ده هو ده البديل المناسب. فكل مرة يتحط في نفس الموقف او موقف شبيه، عارف خلاص الايه الاوبشن اللي هو المناسب للتعامل مع هذا الموقف، عشان كده اصبح ريفلكس بيرفورمانس، يعني اداء بشكل تلقائي. في امبايرد جادجمنت. Impaired judgment يعني في مشكلة أو خلل هنا في قدرة الشخص للحكم على الأمور. The manage the ability to understand a situation correctly and act appropriately. يعني الشخص قدرته للتعامل مع موقف، حكمه على الموقف اللي عايش فيه وإزاي يتعامل معاه وإزاي يختار الحل المناسب أو الأنسب، فيها مشكلة. طب إزاي أنا أقيم الجزئية زي كده؟ يا إما إن من خلال استغلال موقف معين وحصل بالفعل، موقف معين واشوف ردة فعل المريض لاي موقف، في عده اوبشنز، فاشوف هو اختار ايه الاوبشن اللي اختاره وفعلا ده كان الانسب ولا لا، فبالتالي اقدر احكم لي قدره المريض على الحكم على الامور هي انتاكت ولا امبايرد او رياليستيك، او رياليستيك جادجمنت ولا امبايرد جادجمنت. ده حكمنا، ما ينفعش ابدا انا اقول هاز جود جادجمنت ولا very good ولا excellent. لا، يا إما بقول realistic judgment اللي هي قدرة الشخص للحكم على الأمور واقعية، يا إما impaired. أو لو ما كانش في موقف موجود ونقدر نستغله، ممكن بالsimulation، بالمحاكاة. أفترض مع المريض إن هو مثلا، ما نقول من موقف المواقف الشهيرة، ماشي في الشارع ولقيت طفل صغير بيبكي مفقود من أمه، هتعمل معاه إيه؟ والله أنت كنت في مول وشاب فيه حريق، هتتصرف إزاي؟ ما أعرفش، لقيت مغلف في مبلغ من المال، هتتصرف فيه إزاي؟ وهكذا. بالموقف اللي هو الافتراضي او الواقع الافتراضي زي ما بنقول، بتبتدي هنا ايه؟ تدي مجال وفرصه للمريض انك تتعرف ليه او تتعرف على قدرته للحكم على الامور. اي سؤال او استفسار يا شباب؟ اي سؤال؟ دكتوره؟ اتفضلي. دكتوره بس الفوبيا انا حكيت لك انك انت شرحتيها، انا سمعت تسجيل، يعني شكله مو للمحاضره يعني الاصليه، مو
ما ان شاء الله. هي على فكره ما هو انتوا اصلا كشعبه مكتبيه المفروض ترجعوا للتسجيلات يعني، بس انا بحب اقعد معاكم علشان اطمن انتوا بتتابعوا التسجيلات ولا لا. حتى لو حاجه فاتت انا قدامي 5 دقايق ممكن ارجع اقلكم عليها، مفيش مشكله، ما فيهاش مشكله. هي الفاضيه دكتوره. طيب عادي، ما انا عشان كده من البدايه قلت، لان بلال كان المره اللي فاتت قايل لي نفس الكلام. مش مشكلة عادي الفوبيا. خلاص مفيش مشكلة، قدامنا 4 دقايق يعني، بسيط بسيط. الفوبيا اللي هو الخوف المرضي او الرهاب، المعنى ايه؟ معناه ان في persistent irrational exaggerated and invariably pathological dread of some specific type of stimulus or situation. يعني الشخص عنده درجة من الخوف او عنده خوف بهذه المعايير، خوف مبالغ فيه، خوف غير مبرر، وخوف من موقف معين أو من استيمولاي معين. هذا الخوف بهذا الشكل بيعمل إيه؟ بيجبر الشخص results in compelling desire to avoid the fear of the stimulus. هذا الخوف بهذه المعايير يجبر الشخص على تجنب التعرض لهذا الموقف أو هذا الاستيمولاي. في عندي specific phobia اللي هو الخوف من شيء محدد. في السوشيال فوبيا اللي هو الخوف الاجتماعي، وده اكثر انواع الفوبيا، موست كومن تايب اوف فوبيا، اكثر انواع الفوبيا شيوعا. الخوف الاجتماعي او الرهاب الاجتماعي معناه ان الشخص بيخاف ان يتوجد بين مجموعه من الناس، من حشد من الناس، ان هو يتكلم قدامهم او ان يقوم باداء لشيء معين قدامهم، او ان هو يبقى ياكل حتى قدامهم. في اكروفوبيا الخوف من الاماكن العاليه او الاماكن المرتفعه. الأجورافوبيا الخوف من الأماكن اللي ملهاش حدود، اللي هي الأوبن بليس، الأماكن المفتوحة. كلاستروفوبيا الأماكن المغلقة زي المصاعد. ألجوفوبيا الخوف من الألم. إيلوروفوبيا الخوف من القطط. إريستروفوبيا الخوف من اللون الأحمر لأنه شبيه بالدم. زينوفوبيا الخوف من الاسترينجرز. بس هي دي بالنسبة لي، وفي أنواع على فكرة تانية طبعا، بس دي أكثر الأنواع شيوعا يعني. اي سؤال او ربنا يخليكم، ربنا يكرمكم جميعا، يعطيك العافيه يا رب يخليكم. احنا بقينا في موضوعات الماده، موضوع الاسكيزوفرينيا ان شاء الله او الشيزوفرينيا بانواع المختلفه، وموضوع المود ديس اوردرز. ان اتيحت الفرصه ان شاء الله يبقى لنا لقاءات، يبقى خير وبركه. ان ما كانش على حسب العمل الوقت بالنسبه لنا، احنا لسه مبدئيا عندنا اسبوعين محاضرات، الاسبوع اللي احنا فيه ده والاسبوع اللي جاي ان شاء الله. بس لو ما اتحتش الفرصة ان نغطيها من لقاءات مباشرة، ان شاء الله التسجيلات للشعب الاصلية برضو بتحقق الغرض بأمر الله تعالى. ان شاء الله، ان شاء الله تعالى. القاكم على خير، ان كان لي نعمة ان شاء الله. سلام عليكم. الله يسلمك. الله يسلمك.